اداء النادي الاهلي هل هيتطور ولا هي دي البينيه في منتهى الخطوره والاستلامه العرضيه ايفون هوبا يا سلام يا سلام يا سلام، هو ده الكلام هو ده الكلام وهو ده الهدف الاول للنادي الاهلي. لسه بقول هنشوف اداء النادي الاهلي هل هيتطور ولا ايه. رد عليا مليك ايفونا اللاعب الجابوني الدولي صاحب ال 23 سنه بيسجل هدف اول ليه هذا الموسم، هدف اول ليه في الدوري، اول هدف يجيبه في الدوري. ادي الانطلاقات وادي عرضيه وليد سليمان وما يكدبش خبر، مالك ايفونا بيسجل اول اهداف النادي الاهلي. هدف اول للنادي الاهلي في الدقيقه 28 من زمن الشوط الاول. هدف ده تابع رمضان عبد الله السعيد، رمضان في مساحه مفيش تسلل، رمضان خطيره جدا عرضيه هوبا يا سلام يا سلام، هو ده الكلام هو ده الكلام. التمريره حريريه والعرضيه 100 100 والهدف يفرح الاهلاويه. مالك ايفونا انفجر، مالك ايفونا انفجر، خلاص خلاص انفجرت موهبته داخل ملعب برج العرب وبيسجل تاني اهدافه هذا الموسم، تاني اهدافه في الدوري، تاني اهدافه هذا اللقاء. شوف التمريره، شوف رمضان وانطلاقاته وادي عرضياته، ومالك ايفونا وصواريخه، مالك ايفونا وصواريخه، صاروخ ارض جو بيسجل مالك ايفونا الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 17 من زمن الشوط الثاني. احمد حمدي للنادي الاهلي، صالح جمعه انطلق اخترق شق الطريق بدون مساعده صديق، سدد سجل هدف ثالث للنادي الاهلي. يا سلام يا صالح، صالح الجماهير يا صالح، صالح الجماهير يا صالح، صالح بالتأكيد هو هدف التأكيد للنادي الأهلي وهدف المصالحة الثلاثية أهلاوية. الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بتشهد هدف ثالث للنادي الأهلي عن طريق انطلاقة عنترية من صالح جمعة لداخل منطقة جزاء نادي حرس الحدود ويسجل هدف ثالث للنادي الاهلي، هدف التاكيد للنادي الاهلي، ثلاثه الاهلي لا شيء نادي حرس الحدود. ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ما تضيع انتهوا. هنشوف بقى